عقرب بقى من الناس اللي طبعا عشان شهرها اصلا صعب وكواكب كتير واقفه في مواجهتها، يطلع لنا ولاده القمر ده بيت شراكات، يعني شراكات مهنيه او شراكات زوجيه. حلوه الشراكات الحلوه. بس علشان خلينا نقول الحلوه والضعيفه، يعني ايه؟ يعني اللي في علاقه زواج بقى لها سنين هو بتسحب من طاقته ومش مديها له حاجه، وكان مش قادر انه ياخد الخطوه، هتجيله القدره على انه ياخد القرار، انا بقى مش عايز، فاهمه؟ فالقدره دي حلوه، اللي هو اخيرا اتجرأت. في ناس تقول بس هو ممكن يبقى ايه، يعني طبعا قصه الانفصال صعبه والفراق والقطيعه صعبه، لكن قرارك انك بقالك كتير مش عارف تاخد قرار هذا البعد وتاخده، فده يعتبر ميزه. فولاده القمر دي بتولد لك الرغبه في انك تنفذ حاجه انت كان بقالك سنين قوي مستسلم لها. والشراكه دي مش زوجيه بس، يعني شركه في الشغل. انت وشريكك في الشغل بينصب عليك وبقالك فتره محتاج له مش قادر، لا هتواجهه في حد شركتك، شراكه جيره، اي نوع من انواع الشراكات ممكن هدم من اجل البناء، انت بتهدم الشراكه دي عشان تبتدي على نظافه.